طيب زي ما احنا شوفنا في الدرس اللي فات ازاي نقدر نحمل نسخة من اوبنتو ونحمل الفيرجوال بوكس، ان شاء الله هوريكم الدرس ده ازاي نقدر ننزل الفيرجوال بوكس وازاي نقدر ننزل اوبنتو على الفيرجوال بوكس. طبعا زي ما احنا اتفقنا هو نفس الفيرجوال بوكس، هتستخدمه عندك في اللينكس، هتستخدمه عندك في الويندوز، هتستخدمه عندك في الماك، ايه هي نفس البرنامج، طريقة بس تنزيله هتبقى مختلفة. انا هوريكم ازاي بتقدر تنزله، انا هنزله عندي هنا على نظام لينكس عشان بس بستخدم لينكس مينت دلوقتي، ومرة اخرى ان شاء الله هبقى ازاي اقدر انزله على نظام الويندوز. دلوقتي بس انا عايز ابدا قبل ما اشرح اي حاجه، عايز بس اوريكم حاجه كنت عاملها من زمان جدا من فتره. ده موقع اسمه تي دي كاردز، ما اعرفش الموقع ده، هو موقع بيعلمك ازاي تقدر تستخدم الكروت عشان تحفظ حاجه معينه. بمعنى ايه؟ دلوقتي مثلا عندي هنا هو كروت زي ما انت شايف كده، هو الكروت دي انا كنت عاملها من زمان جدا، والحقيقه الكروت دي عجبت ناس كتير، يعني في حوالي 469 واحد عملوا بين للشرح اللي كنت عامله هنا ده. والكلود دي عباره عن ايه؟ الكلود دي عباره عن كوماند لاين ان لينكس. يعني ايه كوماند لاين ان لينكس؟ كوماند لاين اللي هو نظام اعطاء الاوامر في لينكس، اللي هو التيرمينال. الناس كلها بتتجه للينكس عشان لينكس فيه واجهه تيرمينال. يعني ايه التيرمينال؟ التيرمينال هو عباره عن حاجه اسمها سي ال اي، او كلكم زي السي ام دي كده اللي كان موجود في الويندوز، بس ده يختلف جذريا عن اللي موجود في الويندوز. ده في حاجات ممكن كتير ممكن تعملها، اصلا انت ممكن تتحكم في النظام كله عن طريق بس التيرمينال. وفي فعليا واجهه بيستخدموها الناس اليومين دول اسمها الاي 3. طبعا مش هتكلم في الاي 3 ان دي حاجه خاصه بالناس المحترفين، لو شفتوا الواجهه دي هتعرفوا انا اقصد ايه. واجهه اصلا بتستخدم اقل بيرفورمانس ممكن تستخدمها في حياتك. يعني مثلا لو دخلت انا واحد بيرفورمانس انا مستخدمها هنا اهو، هتلاقوا ان عندي في حوالي 4 جيجا متاخده من البرامج اللي انا شغال عليها دلوقتي، والبرنامج اللي بيسجل كمان، والجوجل كروم واخد، ويعني ايه حاجات كتير انا فاتحها في نفس الوقت، فكلهم بياخدوا من الرام. لا انت بتلاقي الرام اول ما بتفتحش اي برنامج خاص بتلاقي الرام مستهلكه حوالي 400 ميجا بالكتير، يعني حاجه رهيبه جدا، بيستهلك عدد قليل جدا من الريسورس اللي عندك. وعندك السي بي يو بيستخدم 1% بس من السي بي يو، دي عشان واجهه سينيمون، فواجهه سينيمون بتستخدم برامج ثانيه زي برامج الجي او اي او جرافيك يوزر انترفيس. طب مش هنتكلم في الحاجات دي دلوقتي عشان الحاجات دي شويه هتبقى معقده، فاحنا هنتكلم في الحاجات البسيطه. ده التيرمينال. التيرمينال بتفتحه ازاي؟ اما تضغط على كنترول ار تي يفتح معاك التيرمينال، يا اما عن طريق السيرش هتروح تكتب تيرمينال هيظهر لك ان هو التيرمينال، تمام؟ او الطرفيه بالعربي، هي اسمها التيرمينال بالانجلش، يعني الطرفيه بالعربي، يعني انت مهتم قوي بالعربي هيبقى اسمها الطرفيه لو عندك يعني نسخه عربي، بس احنا طبعا نتعامل بالنسخه الانجليزيه، ما عنديش في العربي خالص، انا عمري ما سطبت اي لا ويندوز عربي ولا لينكس عربي. طيب بدايه كده هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي نزلنا هسيب لكم الرابط بتاع التيني كارد ده لو انتوا مهتمين جدا. طبعا طريقه التعليم على التيني كارد رهيبه جدا، وهتخليك تحفظ الاوامر بسرعه جدا. الاوامر دي انا كنت جايبها من حاجه اسمها كراش كورس، ده كان واحد عامله، مش فاكر اسمه ايه بالظبط، بس يعني كان عامل كورس عن الاوامر بتاعه اللينكس لما كنت بذاكر اياميها اوامر لينكس وكده. فدي كلها اوامر معروفه جدا، يعني عندك بي دبليو دي ده برنت وركينج دايركت، بيتبع المسار اللي انت موجود فيه دلوقتي. يعني مثلا رحنا هنا للترنر كتبنا بي دبليو دي هيتبع لي هو دلوقتي موجود فين، يعني ايه هو موجود فين، يعني دلوقتي المسار ده اللي هو الاي سلاش هوم سلاش رجائي، يعني انا دلوقتي في موجود في المسار بتاع الهوم، الهوم اللي هو انا فيه، الهوم ده جواه يوزر اسمه اي رجائي اللي هو يوزر دوت، ده اليوزر اللي اسمه اي رجائي اللي انا اللي هو اليوزر اللي بستخدمه دلوقتي. حلو، انا مثلا عملت امر ال اس يعني ليست دايركتوري، تمام، هيتبع لي هيوريني كل المسار الموجود جوه المسار الاي رجائي دوت اللي هو المسار ده، بس هو المسار ده موجود فين جوه الهوم، الهوم دي موجوده فين جوه الروت، ده مسار الروت. طيب لو انا مثلا عايز اغير المسار بتاعي هكتب مثلا سي دي يعني تشينج دايركتوري، حلو، اختار دوكيومنتس، اكتب دوكيومنتس اللي هو المسار اللي هنا شايفينه ده الدوكيومنتس، ادوس انتر هيدخلني فين جوه الدوكيومنتس. حلو، لو دوست ال اس تاني هيتبع لي كل اللي جوه الدوكيومنتس، اللي جوه الدوكيومنتس عندي ملف بي دي اف اهو، وعندي فولدر اسمه لينكس كورس اللي فيه كل الكورسات دلوقتي، وعندي ان هو كورس ملف اسمه سوبرينو، ده حاجه ليه خاصه بيا، تمام. لو مثلا عملت سي دي دوت دوت يعني اتنين دوت ورا بعض ايه اللي هيحصل؟ هرجع تاني للملف اللي قبليه اللي هو مين بقى اللي كان قبليه اللي هو الهوم اللي هو اي رجائي، الملف دوت اللي موجود في الهوم. عملت ال اس تاني هيطلع لي المحتويات اللي كانت موجوده في ملف اي رجائي. دلوقتي انا عايز بقى ايه؟ عايز اخش على ملف الداونلودز، انا كنت عشان محمل هنا اهوت كنت محمل هنا الفيرجوال بوكس، فانا عايز ايه انزل الفيرجوال بوكس عندي على السيستم، فهعمل ايه؟ او سي دي
داونلودز. ولو انت وانت بتكتب مثلا داونلودز، بدل ما انت بتكتب كل الكلمه ممكن تدوس على كلمه زرار التاب هيطبع لك كلمه داونلودز على طول. وده بيحصل في لما انت بتكتب مثلا اول 3 حروف من نفس المسار اللي انت عايز تروحه. حلو. بعدين هنعمل ls عشان نشوف اللي جوه الفوردر ده. مش عارف الخط يكون واضح ولا لا، ثواني اكبر بس الخط عشان يكون واضح. خليه 12 كويس. اه كده تمام، تمام جدا كده الخط واضح زي ما شايفين. هي دي بقى الملفات اللي موجوده جوه المسار الداونلودز. احنا دلوقتي عايزين ايه؟ ننزل الملف ده. الملف ده اسمه فيرجر بوكس، ده السيت اب بتاع الفيرجر بوكس دوت دي اي بي. دوت دي اي بي ده الاكستنشن بتاعه الملف ده. الملف ده تبع حزم دي بي ان، زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت قلنا ان كل توزيع عليها حزم معينه. احنا الحزمه دي بتاعت ملف دي بي ان اللي هي مبنيه على توزيع الدي بي ان اللي بتستخدمها حاليا لينكس مينتو وبنتو وكل النسخ المعروفه المبنيه على حزمه دي بي ان. تمام. احنا دلوقتي عايزين ننزل الحزمه دي، فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح عند نكتب ان هو سودو دي باكج داش اي ونكتب اسم الحزمه فيرجوال بوكس اهو. انا كتبت اول 3 حروف، كتبت بصوا كتبت ايه؟ كتبت الفي اي هنا اهو مثلا اهو، نكتب الفي اي ار ودوست تاب طلع لي كل الاسم بدل ما اكتب كل ده، فهو دوست التاب بيلخص لي اللي انا هكتبه كله بعد كده. فكده دوس انتر هيقول لي مين عايز الباسورد. على فكره انت اي حاجه بتعملها على لينكس بيطلب منك الباسورد، دي حاجه حلوه جدا في لينكس عشان كده نظام الامان في لينكس بيبقى عالي جدا. اي حاجه بتطلبها بتعملها في لينكس بيحتاج منك بيرميشن من اليوزر ده ان يدخل الباسورد بتاعه، حتى وانت بتفتح النظام وانت بتقفله اي مش انت وانت بتقفله ده طبيعي، لكن وانت بتفتحه او انت بتعمل اي حاجه اي بروسينج على النظام بيطلب منك الباسورد، سواء كان سيت اب سواء كان ريموف سواء كان ان انستول، اللي انت بتعمله بيطلب منك الباسورد. هو دلوقتي اهو عرض لي ان هو ايرور، يعني ده بيبقى ايرور معروف جدا. فاحنا هنعمل ايه بقى في الايرور ده؟ هوريكم نعمل ايه. هو كده تقريبا مش هنزل الباكج. طبعا اي ايرور بيواجهك، عشان كده انا قلت انزله قدامكم. ليه؟ لان انا لما بعمله قدامكم اوريكم ازاي لو واجهني اي مشكله في لينكس بقدر بحلها بسرعه. بس انا عارف الحل للايرور ده، الايرور ده مشهور جدا، بتحتاج انك تنزل حزم ثانيه مع الحزمه انت بتنزلها دلوقتي. هو بيقول لك ايرور وي انكوركت encountered while processing virtual box 6.0. طيب عشان نحل المشكله دي نعمل ايه؟ هنكتب sudo apt install dash f. ده بينزل كل الحزم اللي بيحتاجها، ان الحزمه دي في حاجات انت بتنزلها معايا عشان تنزل، فاحنا ما نزلناش الحزم دي، هو ده بقى هينزل لك كل الحزم اللي هتحتاجها الحزمه دي. تمام. هو دلوقتي بيعمل فحص. ها ماشي اهو، بص هينزل الحزمه دي ويطلب منك الموافقه يس او النوع، تضغط على واي يعني يس. لو اتخطى النوع هيقول لك ابورتد يعني هيخرج بره العمليه دي مش هيعملها دلوقتي. او بينزل الحزمه بتاعت الفيجوال بوكس. على فكره انا لسه ما شرحتش حاجه في لينكس، انا بس بوريكم ازاي بتنزلوا الفيجوال بوكس على نظام لينكس عامه. يعني احنا لسه ما بداناش الشرح بتاعنا خالص في الـ في الـ في الاوبنتو ولا ازاي نزلنا النسخه بتاعت اوبنتو، لان اصلا النسخه لسه ما نزلتش عندي. النت عندي ما شاء الله فبياخد وقت عندي شويه، فده 7 دقايق اهو بيخلص. بس بوريكم ازاي ننزل فيجوال بوكس. اوكي اه، في بوكس يوزرز كمان بينزل، ده الجروب بتاع اللي بيقدم الجروب اليوزر بتاعي. ماشي العملية دي ممكن تاخد شوية وقت، استنى شوية. المفروض أول ما ينزل بيظهر عندي هنا اللانشر، بس هنشوفه دلوقتي. كمان مان او موجود اهو عندي فيرجن بوكس اهو، بس انا لسه بيحمل فهنستنى ما يخلص هنا في الاول. طبعا لو احنا خدنا مثلا ايرور ده ودورنا عليه، خدنا كده وعملنا كده اهو مثلا، عملنا كوبي اي ايرور يواجهك دور عليه على طول في جوجل، هتلاقي حد اكيد عنده الايرور ده. اشهر حاجه بتلاقي الايرورز موجوده هو موقع اسك اوبنتو، يعني اشهر موقع في الايرورز الخاصه بالتيرمينال بتلاقيها موجوده في الموقع الاسك اوبنتو، يعني مشهور جدا الموقع ده فيه كل الايرورز المعروفه في العالم. يعني هتلاقي ان هو بص نفس الايرور ظهر له كان بينزل.
اهو بص هو هنا تقريبا بيورج ماشي نفس الايرور انا عملت نفس اللي انا عملته، بس هو انا عمله بطريقة تانية. هنا مش عارف عمل ايه تقريبا، هو الحلول دي تقريبا قديمة ولا انا بيتهيألي شكلها قديمة اول الحلول دي مش عارف، بس يعني هو مش نفس الحل اللي انا عامله دلوقتي، بس الايرور ده كان واجهني كتير، فانا يعني عارف الحل بالظبط اللي بيتعمله، خصوصا لما تيجي تنزل يعني باكج دوت دي اي بي. تمام، برضو نفس المشكلة وحلها بطريقة تانية بيورج، ما هي بيورج دي بيشوف لك الباكج الموجودة اللي محتاجها، الحزمة اللي انت بتنزلها ايه وبينزلها لك. تمام، هو دلوقتي نزل عندنا الفيرجر بوكس، عشان نفتح الفيرجر بوكس ممكن نكتب ان هو فيرجر بوكس يفتح لنا على طول، بس احنا مش هنعمل ده، احنا هنفتحه عادي من ال مش هنفتحه من التيرمينال، هنفتحه من هنا. التيرمينال ممكن تفتح منه اي برنامج على اللينكس، ممكن تفتحه من هنا، فالتيرمينال مخصص لان هو في اي برنامج عايز تفتحه على لينكس هتفتحه من هنا. تمام، هنروح عند ال فين الساوند، ممكن تكتب ان هو فيرجر بوكس ولخص نفسك لما تدور. او اوريكل في ام وير فيرجر بوكس، هو البرنامج ده من شركه اوريكل معروفه جدا يعني. تمام، البرنامج اهو فتح معانا زي ما احنا شايفين. دلوقتي هنعمل ايه عشان اول ما ننزل برنامج؟ هنروح عند ني اد، لا نيو اسف مش اد، نيو، نضغط على نيو. هيقول لك ان هو عايز ننزل ايه، هقول له عايز انزل اوبنتو. بص اول ما بكتب اوبنتو بيغير لاوبنتو على طول، لو مثلا كتبت في دورة بص عمل ايه، جاب في دورة 64 الفيرجن بتاعتها. اكتب مثلا ريد هات، بصوا شايفين دي حاجة حلوة في الفيرجر بوكس. اوكي اكتب اوبنتو 64. تمام، ده هنا المسار اللي احنا هنحفظ فيه النسخة نفسها، النسخة الوهمية نفسها. فانا هحط ان هو في الهوم، بس عايز احط قبل ما احط هنا مش هسيب فاست، هعمله ان هو كده اهو، خد بالك انت. طيب هيبقى لينكس طبعا، واوبنتو هيبقى 64، نسخة اوبنتو 64 بيت. تمام، هنختار الرام اللي هيتاخدها قد ايه، يعني انت عايز تدي النسخة اللي انت هتشغلها تديها مساحة من الميموري قد ايه، فانا هديله ان هو هنا 1024 يعني 1 جيجا، فانا هديله ان هو 2048. شفت انا كريم ازاي؟ فهندوس نكست على طول بعد ما نخلص العملية دي. اقول لك كده كرييت ا فيرجوال هارد ديسك ناو، هقول له كرييت، هتختار ايه، ان هو في اتش دي ولا في ام دي كي ولا فيرجوال بوكس ديسك ايمج. انت لو هتشتغل على حاجه تانية مثلا في ام ورك ستيشن ممكن تختار اللي هي تالت واحده، بس يعني هشتغل على بس فيرجوال بوكس، فاختار اول واحده اللي هي في دي اي فيرجوال بوكس ديسك ايمج، هختار يس. انا بقالي فتره ما استخدمش البرنامج ده. هنا بيقول لك عايزك تستخدم الدايناميك اول كولكتد اول لوكيتد اسف، ولا عايز تستخدم الفيكسد سايز. بص يا جماعه ايه الفرق ما بين دي ودي؟ الفرق ما بين دي ودي ان دي هي فيكس سايز، او ان عملتها ان هو هيجيب لك المساحه اللي انت هتختارها من هتستقطعها من الهارد ديسك، هيستقطع لك المساحه بالظبط. يعني مثلا دلوقتي عايز انزل الحزمه بتاعتي على مساحه 10 جيجا بايت من الديسك، فمثلا الديسك بتاعي حجمه 100 جيجا بايت، هياخد من ال 100 جيجا بايت هياخد منها 10، يبقى كام؟ يبقى 90. فهو هيستقطع المساحه هيستقطع المساحه 10 جيجا بايت بالظبط، انما دايناميكلي الكتيت تكتب له المساحه اللي انت عايز تستقطعها قد ايه، وهو مع كل ما المساحه مساحه اللي انت واخدها بتزيد، بيزيد معاك كل فتره. يعني مثلا واخد مساحه 10 جيجا واللينكس هينزل على 4 جيجا، فهيعمل ايه؟ هياخد بس 4 جيجا ينزل عليهم المساحه، والمساحه الثانيه هتتبقى لو في حاجه هنزودها هيزود معاك لحد المساحه اللي انت محددها له. تمام، وهندوس على نيكس على اول واحده، مش الخيار ده المناسب ليا الصراحه. هنختار المساحه تبقى 15 جيجا بايت. تمام، 15 جي بي، وهندوس على كرييت، هيعمل لك ان اهوت النسخه بتاعتك على الفيرجوال بوكس. طبعا لسه ما شغلناش حاجه خالص لان الباشا لسه ما حملش، فاضل له دقيقه واحده بس ويخلص. اوكي، بعد ما احنا بنعمل الفيرجوال بوكس بتاعتنا بنروح عند السيتنج، في حاجات كده هشيلها ولا نخش هنا بس الاول. طبعا انت عندك ان هو البانز، تمام كل حاجه هنا مظبوطه. السيستم عندك هنا الميموري تمام 2 جيجا بايت، طبعا مش هنحتاج الفلوبي ديسك خالص، ولا هنحتاج الاوبتيكال هنحتاجه عشان ده هننزل منه، والهارد ديسك هنحتاجه اكيد طبعا هنحتاجه هننزله عليه. تمام، عندنا هنا هو السي بي يو، هنستخدم التو كورز اللي عندي، انا عندي بس التو كورز في السي بي يو بتاعي، السي بي يو بتاعي قديم شويه. اوكي، عندنا ايه تاني؟ عندنا ايه ديسبلاي، ديسبلاي هنخليها لحد 128 ل 64 احسن،
64 زي ما شايفه انسب، لان انا مش جامد قوي في الجهاز بتاعي، ما عنديش في جي اصلا في الجهاز ده فضايحي يعني. وعندك ايه تاني هنستخدمه كده؟ تمام، هنحط بس الديسك بتاعنا، هي نسخة الايزو بس لما يحمل، فاضل له 5 ثواني ويخلص تحميل. دي حاجة حلوة، أنا بقالي فترة بحمل فيها عشان تبقوا عارفين يعني، النت عندي 4 ميجا، فالتحميل عندي بياخد أكتر فترة ممكنة. تمام، حمل عندنا أهو. هنروح نعمل إيه بقى؟ هنروح نضيف النظام بتاعنا هنا، هنختار النسخة بتاعتنا من هنا، هنروح عند المسار بتاع الاي راجاي الموجود في الهوم اهو، بصوا المسار اهو سلاش هوم سلاش اي راجاي. هنروح عند الدوكيمنت داونلودز، هنختار نسخة الايزو اهي، تمام، ونضغط على اوكي. اوكي تمام، وبما ان وقت الحلقة خلص فانا اسف جدا، ان شاء الله هخليكم تكملوا في الفيديو التاني بقية الحلقة واوريكم ازاي تقدروا تنزلوا لينكس. طبعا مش هعمل ستارت دلوقتي، بس لو عملت ستارت دلوقتي هيبدأ يخش، انا هعمل ستارت الحلقة الجاية. واتمنى تعملوا سبسكرايب للفيديو ده وتعملوا لايك، انه بيفرق جدا معايا عشان اكمل ان شاء الله في بقية الكورسات اللي هعملها. وشكرا جدا بتاعتكم ليا، والسلام عليكم. الله.